قبر وصية إخفاء وإعفاء هارون والظبا. السادس والثمانون عكا. عكا أليف. قال الهروي: مدينة عكا، عكا بها عين البقرة، وعلى هذه العين مشهد ينسب إلى علي عليه السلام. باء. قال ياقوت الحموي: عين البقر قرب عكا تزار، يزورها المسلمون والنصارى واليهود، وعلى هذه العين مشهد ينسب إلى علي عليه السلام. السابع والثمانون حلب. سوق الحدادين. قال ابن شداد: المزارات التي بداخل حلب مشهد بسوق الحدادين يعرف بمشهد علي عليه السلام. تنبيه: إن مشاهد مقامات مزارات غير القبور كمشاهد القبور بحاجة لروايات ومراسيم وطقوس مبتدعة تدلس وتنسب للإمام الصادق وأهل البيت وجدهم الرسول الأمين عليه وعليهم الصلاة والتسليم، كما في مشهد كف علي عليه السلام في إيوان كسرى وقرقيسيا ونصيبين والموصل وتكريت، ومشهد الإصبع ومشهد البوق ومشهد النارنج ومشهد الرأس ومشهد النقطة ومشهد الدكة ومشهد الجنائز ومشهد الشمس ومشهد الجمجمة ومشهد السمكة ومشهد النار والفرج والمنطقة ومشهد العمود ومشهد الشعر وغيرها. أليف. قال ابن شداد: ما بظاهر حلب من المزارات منها مشهد الدكة. باء. قال ابن شداد: ما في قرى حلب وأعمالها من المزارات شمال حلب عمود يندره المسلمون واليهود والنصارى، يقال إن تحته قبر نبي. جيم. قال في المناقب: فصل في المشاهد. هذا أمير المؤمنين عليه السلام، أكبر مشاهده اليوم مسجد الذئب، مشهد الشمس، ومسجد الجمجمة، ومشهد السمكة، ومشهد النار والفرج والمنطقة في المدائن، ومسجد الصوت، ومشهد الكف بالكوفة، وفي تكريت وفي الموصل وفي رقة، ومشهد الشعر، ومسجد المجداف وعرقل والنور في رقة، ومشهد البوق، ومشهد الصخرة. المهندس الصرخي الحسني.